الى بغينا ندعموا المحروقات اليوم اليوم البومبا خصنا 65 مليار ديال الدرهم اللي هي 6500 مليار السنه. تخيلوا شحال من مدرسه جامعيه، تخيلوا شحال من طريق، تخيلوا شحال من مستشفى جامعي. المستشفى الجامعي الواحد اللي بالمناسبه كتقلبوا عليه بغيتي يكون عندكم في البلاد تيكلف مليار ديال الدرهم، مليار وشويه. 65 مليار ديال الدرهم الى بغينا ندعموا هذه المواد ديال المحروقات. عرفتي شنو هو المشكل؟ ماشي غير غندعموا هذه المواد ديال المحروقات وغنشريوها اليوم بواحد الثمن، وانا غنعطي التفاصيل ديال هذا الموضوع ديال المحروقات وغنقولوا صافي راه قطعنا الوجه ونشوف رجلينا، صافي المغاربه راه بخير. راه ما تخيلوش الصعوبات اليوم وهذا الموضوع. حنا ملي كنقاربوه وتناقشوه انت كتسمع المجتمع اليوم كيف يناقش هذه القضايا هذه. راه سهل دير واحد القرار بحال اللي دار في 2014 وتقطع بالمقص واحد 15 مليار ديال الدرهم من الاستثمار. الله يخليكم بغيتكم تستوعبوا معايا هذه الارقام هذه لانها مهمه. في 2014 الحكومه في 2014 زولت 15 مليار ديال الدرهم اللي هي 1500 مليار سنتي. من اش شريتها؟ من الاستثمار. كتوقعوا 15 مليار ديال الدرهم شحال كانت غادي دير ديال الطرق، شحال كانت غدير ديال المستشفيات، شحال كانت غادي دير ديال البنيه التحتيه، شحال كانت غتوفر ديال فرص الشغل الا درنا ديك المناطق الصناعيه اللي ما عندكمش مجموعه المناطق بما فيها المنطقه ديال الخنيفره. راه اسهل حل اليوم هو الدعم، ولكن الله اعلم الدعم فين غيوقف وفين غيحبس، والله اعلم شحال من عام خاصنا باش تجي واحد 40 عام ولا 30 عام ونتلاقاو في واحد اللقاء بحال هذا ونقولوا رايحين دعمنا المحروقات 2022 راه حنا مازال تنخلصوا واحد البرنامج جديد. انتم كتشوفوا الان على الصعيد الدولي دول تنهار، دول تنهار اقتصاديا، لكن الحكومه ماشي جالسه تتفرج. عملنا مجموعه ديال الاجراءات وانا غادي نذكرها لكم الى 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 تسمحوا لي. الوغ نبدا لكم بعدا بالاسعار ديال المحروقات على الصعيد الدولي باش نعرفوا بعدا علاش كنتكلموا. اولا بلادنا هي بلاد اللي كتستورد المحروقات، كنستوردوا المازوت وكنستوردوا ليسونس وكنستوردوا الفيول وكنستوردوا الكيروزين، لاننا حنا بلد غير منتج للنفط، ما كنتجوش، ما عندناش، ما كاينش النفط، الله غالب، بغيناه كل يوم ولكن الله غالب. غنعطيكم الاسعار ديال البلح في السوق الدوليه، وغادي نعطيكم الاسعار ديال هاد 15 يوم اللي فات، 15 يوم الاولى من شهر يوليوز، والاسعار ديال 15 يوم الاخيره من شهر جوان شهر 6، لان باش تعرفوا الطريقه ديال الاحتساب كيفاش كيتحسب السعر. السعر كيتحسب بناء على 15 يوم الاخيره من كل شهر، كيتجمع وكيتقسم على 15 وكيتطبق نهار واحد. و15 يوم الاولى عاوتاني من كل شهر كيتحسب المعدل، كناخذوا ديال 1 و2 و3 حتى ل 15 وكنديروا المعدل مع السعر، كناخذوا المعدل ديال السعر ديال المازوت مع المعدل ديال السعر ديال الدولار، لانه كيشرب الدولار وكيتقسم. وكل طن واحد من المازوت فيه 1190 لتر ديال المازوت، وكل طن من الليسانس فيه 1300 وشي حاجه ما كيحضرنيش الصراحه باش نكونوا واضحين، لانه الطن ديال المازوت ما كيعطيش 1000 لتر بحال الطن ديال الكيلو، لا كيعطي 1190. فيتم احتساب هذه العمليه هذه، وهذا السيرتيس راه كنستخدمته واحد المره الا تبعني شي واحد فواحد البرنامج على مستوى التلفاز. دونك تناخذوا هذاك السعر، نعطيكم مثلا ديال البارح، ديال البارح كان كيعمل 1156 غادي كيهبط، كان في 1400 الحمد لله غادي كينزل في هذه الشهور هذه. عندك السعر ديال الدولار البارح 10 ديال الدرهم فاصلة 43، كتشوفوا الدولار حتى هو غادي كيطلع. ملي كتاخذ هذه العملية وكتحسب يجيك تقريبا السعر في السوق الدولية البارح 11 درهم تقريبا 10.97. ديروا العملية إلى ضبطوا معايا الأرقام. هذا في السوق الدولية خصك تجيبو تخلص عليه الفريت النقد، خصك تزيد عليه واحد لاتيك واحد لاتيبيا ولا مارج ديال اللي استوردو ولا مارج ديال البومبيس هذاك اللي تيبيعو لنا في البومبا. هذا هي التركيبة ديال الاسعار ديال المحروقات. انا الان تنقول لكم في السوق الدوليه 10.89 الى ما كانش 11 درهم حسب السعر ديال الدولار، الى هبط شويه الدولار غادي يهبط والى طلع راه غادي يطلع. بالنسبه لدرنير هاد لا كانزين الاولى هاد 15 يوم الاولى
المتوسط في المازوت كان 1235 دولار، والمتوسط ديال الدولار كان 10 دراهم فاصلة 12 لانه كان هابط وغادي كيطلع شويه بشويه. علاش نديروا هذا التمرين هذا؟ باش نبينوا بعدا اولا شحال كيدير هذه الماده الاساسيه شحال كتعمل في السوق الدوليه قبل ما نستوردوا. غيتقال وراح يطلعوا حين طلعوا الاسعار راه تزادوا معهم الضرائب مزيان. هاد الشهور الاولانيه من شهر واحد حتى شهر سته هادشي اللي تزاد هو مليار فاصلة ثلاثة درهم. ولكن شحال عطات الحكومه للمهنيين شهر 4 و 5 و 6 عطاتهم مليار فاصلة 2 عطاتهم 500 عطاتهم مليار فاصلة 5 وغادي تعطيهم الحكومه غادي تعطي في هذا الشهر 7 700 مليون درهم. بمعنى الدعم الموجه للمهنيين هو 2.2 مليار ديال الدرهم اكثر من هذا الشيء اللي تزاد في هذا الشيء ديال الضرائب اللي الحكومه ما عندها حتى مشكل انها تتكلم على هذا الشيء بكل شفافيه. واللي عنده شي حل يقدمه يقول لنا كيفاش نقدروا نعالجوا هذا المشكل، لان احنا في نهايه المطاف حلكم باغيين الاسعار تهبط، لان الا هبطت الاسعار غادي يكون رواج وغادي يكون الطلب الداخلي غادي يتزاد وغادي يكون مداخل عند الدوله وغادي الناس تشتغل وغادي يكون واحد النوع ديال السلم وغادي يكون الناس مرتاحين في حياتهم. وهذا هو على اللي هذا وجدت الحكومات لكي تساعد الناس. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.